مدفع الإفطار اضرب. الجملة دي وصوت المدفع قبل أذان المغرب الناس كلها بتبقى مستنياهم بفارغ الصبر كل يوم في رمضان، لدرجة خلت مدفع الفطار يعتبر أشهر مدافع التاريخ لأن عمره دلوقتي أكتر من 150 سنة تقريبا. بس إيه حكاية مدفع الفطار وإيه سر ارتباطه برمضان؟ أنتوا عارفين أن ارتباطه بشهر رمضان جه بالصدفة البحتة جداً؟ الخبراء اختلفوا في بداية مدفع الفطار، لكن الأكيد إنهم كلهم أجمعوا إن بدايته كانت من مصر واتنقلت بعد كده للدول العربية. الرواية الأولى بتقول إن ظهور مدفع الإفطار جه بالصدفة زي ما قلتلكوا في أول يوم رمضان سنة 859 هجرية 1455 ميلادية. كان والي مصر في الفترة دي الوالي المملوكي خوشقدم، لما كان عايز يختبر صلاحية أحد المدافع عند غروب الشمس في أول يوم رمضان، فصادف ده قبول واستحسان المصريين وقرر إنه يستمر طول أيام شهر رمضان الكريم. الرواية الثانية بتقول إنه بدأ إطلاق مدفع الفطار في عهد محمد علي باشا لما تلقى مدفع هدية من صاحب مصنع ألماني وأمر بتجربته، وتصادف إن الوقت ده مع غروب الشمس في أول يوم رمضان، فظن سكان القاهرة إن ده تقليد جديد في رمضان إذاناً ليهم بالفطار. وفي اليوم التالي توجه شيوخ الحارات والطوائف لبيت الوالي لشكره على هديته لسكان القاهرة، فلما عرف الوالي الحكاية أعجب بيها وأمر بإطلاق المدفع عند غروب الشمس في كل يوم من أيام رمضان، وبقت القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان. في رواية تانية بتقول إن مدفع الفطار عرف في عهد الخديوي إسماعيل لما بعض الجنود كانوا بيقوموا بتنظيف واحد من المدافع وانطلقت منه قذيفة عن طريق الغلط، وصادف برضو أن انطلاقها كان وقت أذان المغرب، فاعتقد الناس أنها إذان ليهم بالفطار، فاستحسن الناس الفكرة ومن بينهم السيدة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل اللي أصدرت فرمان باستخدام المدفع في الفطار، عشان كده المدفع ده في ناس بتسميه مدفع فاطمة. المدفع كان موجود فوق أسوار قلعة صلاح الدين واستمر بيعمل بالذخيرة الحية لحد سنة 1859 ميلادية، لكن امتداد العمران حول مكان المدفع قرب القلعة وظهور جيل جديد من المدافع اللي بتشتغل بالذخيرة غير الحقيقية أدى للاستغناء عن الذخيرة الحية، وكمان كانت في شكاوى من تأثير الذخيرة الحية على مباني القلعة الشهيرة، وعلشان كده تم نقل المدفع من القلعة لنقطة الإطفاء في منطقة الدراسة القريبة من الأزهر الشريف، واتنقل مرة تالتة لمنطقة البعوث الإسلامية قرب جامع الأزهر لحد ما استقر حالياً فوق هضبة المقطم باعتبارها إنها أعلى مكان في القاهرة ممكن يوصل صوت المدفع لأكبر عدد من السكان. أما عن استخدام صوت المدفع في الإذاعة المصرية فبدأ مع إنشائها سنة 1934، وكمان نقلوا التلفزيون سنة 1960 وبقينا كلنا بنسمعه من وقتها لحد دلوقتي. يا رب تكون المعلومة عجبتكم، استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة وأصله إيه مع أنفين سليم.